بسم الله. في أداة سهلة جدا اسمها ترانسفير فاميلي بارامترز، بتعتمد على إيه؟ إن أنا عندي اتنين فاميلي، واحدة فيهم أنا ظبطت فيها البارامترز، وبعد كده حملت فاميلي تانية مفيهاش البارامتر ديت، فبدل ما أدخل عليها وأقعد أظبط البارامتر وأقول أد بارامتر وأحدد نوعها واسمها، ولو في أي غلطة في الحرف هيعتبره بارامتر آخر، فده ممكن يضرب لي السكادول. أنا هاجي هنا في المشروع وأسطب الأداة اسمها فاميلي بارامترز، واجي من هنا احدد انا عايز ايه، وليكن مثلا ممكن نختار مثلا فاميلي مثلا زي الويندو ديت، تمام. هقول له شو بارامتر، هقول له انا عايزك تنقل لي الحاجات دي للويندوز دول، تمام. وهبدأ اقول له اوكي، فيبدأ يشوف البارامتر ديت وينقلهم للويندوز الفاميلي الجديدة.